أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم مع الحلقة الرابعة من برنامج تعليم أحكام التلاوة المختصر. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أحكام الميم الساكنة. عرفنا بالحلقات السابقة أحكام النون الساكنة والتنوين، واليوم نجي على الميم الساكنة. طيب، الميم الساكنة حرف ميم عليه سكون، لديه ثلاثة أحكام: الإخفاء والإدغام والإظهار، مثل أحكام النون. لكن هنا ماكو إقلاب، عندنا أحكام النون الساكنة أربع أحكام، نفس هاي الأحكام الثلاثة زائد الإقلاب. هنا أنا فقط ثلاثة أحكام بدون الإقلاب: الإخفاء والإدغام والإظهار. هنا المسألة أسهل إن شاء الله مع الميم الساكنة، لأن أحرفها أقل. طيب، الإخفاء الشفوي، شنو هذا الإخفاء الشفوي؟ هذا الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة، حرف واحد فقط. شوف هنا أسهل من أحكام النون، الإخفاء بالنون كان 15 حرف، الآن حرف واحد فقط هو حرف الباء. فإذا دخل الباء على الميم الساكنة جاز إخفاء الميم، نحو قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم. وعرفنا الإخفاء، شنو الإخفاء؟ عرفناه، قلنا حالة بين الإظهار والإدغام، يظهر نصف الحرف، لا هو إظهار كلي ولا هو إدغام كلي. إذن هذا الإخفاء. طبعا الميم حالة حال النون أيضا بغنة، إخفاءها وإدغامها بغنة، لأن هي من أحرف الغنة. من عرفنا الغنة قلنا هو حرف يصاحب الميم والنون المشددة. طيب، إذن هنا أكو أيضا غنة، سمعتوا الغنة: فاحكم بينهم. إذن يرافق الإخفاء الشفوي هنا غنة في الميم بمقدار حركتين، وتكون الميم عند الباء مخفاة كما أشرنا إلى ذلك. طيب، عندنا بأحكام النون الساكنة قلنا إذا النون الساكنة جاء بعدها باء تقلب إلى ميم، مثل من بعدهم. طيب، لما قلبت النون إلى ميم وجاء بعدها باء، إحنا هنا عندنا إخفاء. إذن لما هناك نوهنا بالحلقة الثانية قلنا لما تأتي الباء بعد النون الساكنة تقلب النون إلى ميم بس بإخفاء. عرفنا ليش إخفاء، ليش قلنا هناك إخفاء؟ لأنه حكم الميم مع الباء هو الإخفاء، فلما انقلبت النون إلى ميم أيضا تخفى، فصار حكم في بطن حكم، يعني حكم تولد من حكم. طيب، عندما قلبت النون إلى ميم تولد منها حكم آخر هو الإخفاء الشفوي، لأن الميم حكمها الإخفاء الشفوي مع الباء. وهذا المثال كلش واضح، كلمتين بعد واحدة مع بعد الثانية: فاحكم بينهم. مثال آخر: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يوم هم بارزون. هذا إذن الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة، وهو الإخفاء الشفوي مع الباء، فقط حرف واحد. طيب، الحكم الثاني: إدغام المثلين الصغير. شنو هذا الكلام؟ حرف واحد فقط أيضا ميم، ميم مع ميم، إدغام المثلين، ميم ساكنة جاء بعدها حرف ميم أيضا، تدغم الميم الأولى مع الثانية وتصير ميم واحدة مشددة، ويسمى إدغام المثلين الصغير. إذا لاقت الميم الساكنة ميم متحركة بعدها، فإذا دخلت الميم المتحركة على الميم الساكنة وجب إدغام الميم الأولى الساكنة بالميم الثانية المتحركة
مع الغنة أيضا قلنا الغنة مرافقة للميم المشددة والنون المشددة دائما، من تسمع نون مشددة وميم مشددة أكو غنة، سواء كان ذلك في كلمة واحدة أو في كلمتين منفصلتين. مثال ذلك في كلمة حمالة الحطب، حمالة الحطب، شوف ميم مشددة غنة، أي ميم مشددة معها غنة. ولكم ما كسبتم، ولكم ميم بعدها ما، كلمة ما كسبتم تبدأ بحرف الميم، ميم متحركة دخلت على ميم ساكنة إدغام المثلين، صارت ميم مشددة واحدة مع غنة. ولكم ما كسبتم، ليش سبنا إدغام المثلين؟ لتشابه المدغم والمدغم فيه اسما ورسما، وسمي بالصغير لأن الأول ساكن والثاني متحرك، سمي بالصغير لأن الأول ساكن، الميم الأولى ساكنة والثانية متحركة، وسمي بالمثلين لتشابه المدغم والمدغم فيه، المدغم والمدغم فيه حرفين اثنيناتهم ميم، اثنيناتهم متشابهة، إذن إدغام المثلين الصغير. قلنا المثال نحو قوله تعالى ولكم ما كسبتم، هاي صار حكمين بعد حكم ثالث وأخير لأحكام الميم الساكنة. إذا الميم الساكنة شوية أبسط من النون، عندك عندها الحكم الأول الإخفاء حرف واحد فقط الباء، عندها الحكم الثاني الإدغام مع الميم أيضا حرف واحد مع نفسها أي مع الميم المتحركة، الحكم الثالث والأخير الإظهار الشفوي، هذا الحكم هو ميم ظاهرة مع كل الأحرف، احنا عندنا بس الميم ننتبه عليها مع الميم المتحركة ومع الباء، بقية تظهر عادي. إذن الحكم الثالث والأخير هو الإظهار الشفوي، إذن مع الباء حكم ومع الميم حكم وباقي الأحرف تظهر الميم إظهارا كاملا، وهذا بسيط ما يحتاج لشرح لأنه أصل الحروف هو الإظهار، أصل الحروف هو الإظهار، أما إذا دخل عليك حرف غير الحكم من إظهار إلى إدغام أو إخفاء يجب تبيينه. ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، ميم ظاهرة مع الهمزة مع الواو إلى آخره مع الفاء. طيب بعض القراء يقول لك هناك الإظهار الشديد أو أشد الإظهار الشفوي للميم مع الواو والفاء، يعني مع الواو إظهار شوية بعمق بقوة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب يقول لك إذا جت الواو ورا الميم الإظهار يصير أقوى أشد، هذا هم حبينا ننوه عنها، ولو إحنا قلنا مختصر حبينا أن نختصر ما ندخل في أعماق هذه المسألة، لأنه تدري هذه المسألة بحر وأقوال وآراء كثيرة. طيب إذا بعض القراء يؤكدون على مسألة أنه الميم تظهر أشد مع الفاء والواو، هسه هنا عندنا راح يتولد فتشي جديد، أحكام النون والميم المشدتتين نوهنا عنها قبل قليل، أي نون وميم مشددة شنو هذه رافقها؟ لو شوي ترجعون بالذاكرة الغنة، قلنا الغنة ترافق الميم والنون المشددتين، ميم ساكنة أدغمت مع ميم جاءت بعدها متحركة صارت ميم واحدة مشددة إذن غنة، ميم مشددة في الكلمة بغنة تلفظ بغنة، نون مشددة في داخل كلمة تكون فيها غنة، إن الله وملائكته يصلون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن شوف أي نون مشددة غنة، أي ميم مشددة غنة، سواء هي النون مشددة في الكلمة أو
النون شددت من أجل إدغامها مع حرف بعدها، النون والميم. سوى هذا التشديد جاء عن طريق إدغام أو أصلي في الكلمة، إذن يكون لفظ النون والميم المشددة بغنة. إذن يجب مراعاة الغنة عند التلفظ بحرفي النون والميم المشددين وصلا ووقفا على حد سواء، فكل واحد منهما حرف أغن تخرج غنته من الخيشوم أي الأنف، وحرف النون آصل في الغنة من الميم لقربه من الأنف. شوف هنا الغنة بالنون أصلية أكثر من الميم، لأن حرف النون أقرب للأنف منا إلى الفم، والتركيز على وجود الغنة فيهما في حالة الوقف آكد. نوبات بعض القراء من يوقف على النون المشددة في نهاية الكلمة ينسى الغنة، بينما حتى في نهاية الكلمة من تقف إذا أكو نون مشددة أيضا تغن حتى لو في نهاية الكلمة، نحو قوله تعالى أتمهن، حتى في نهاية الكلمة إذا وقفت على النون المشددة أيضا تأتي غنة، نحو الوقوف على أتمهن أو الجان، مو الجان تبترها أو تقطعها، لا الجان، أو عم فقد يخطئ بعضهم في الوقوف على هذه الكلمات وما شابهها فيقف عليها بنون أو ميم ساكنتين دون التنبه إلى وجود التجديد على الحرف الموقوف عليه وضرورة غنه بمقدار حركتين. ما هي الغنة؟ هاي نعيدها للمرة الثالثة. الغنة هي صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم ترافقهما في حالة السكون والحركة والإظهار والإدغام والإخفاء، فالغنة صوت لا حرف، وهي صفة ترافق موصوفها، ومقدار الغن حركتان، والحركة هي مقدار قبض الإصبع وبسطه. صار الآن واضح أمامك كملة أحكام الميم الساكنة، والآن كما تعودنا في كل حلقة تلاوة قصيرة نظهر بيها أحكام الميم الساكنة، وراح تكون إن شاء الله التلاوة بمقام شرق رست، وهو الفرع الثاني من مقام الرست. قلنا مقام الرست المقام الرئيسي الأول من المقامات العراقية، وله فرع أول البنجيقا تلوناه في الحلقة السابقة، والآن مع مقام شرق رست اللي هو الفرع الثاني من مقام الرست. أرجو التركيز والانتباه على التلاوة، انتبه وين أكو ميم، ركز على التلاوة واسمع الميم شلون تخفى وشلون تدغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى
جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا ثم يمسهم منا عذاب أليم. صدق الله العظيم. إذا كانت هذه التلاوة من مقام شرق رست، وهو الفرع الثاني من مقام الرست الرئيسي، ونرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم برنامج أحكام التلاوة المختصر. كان معكم في الإعداد والتقديم منهل العاني، أخرجه لكم حارث العبيدي. شفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: